حسب الكبسولات، حسب الكبسولات. تبقى مفتوحة أثناء عملية الغسيل ولا بتتقفل؟ لا ما بتتقفلش. إزاي؟ عادي هي بتدوب وبتحط منها خلاص. بالمية، حط مية، حط مية. فيها مية فينا. اه مية، أنا حاطة مية. حاطة مية. 8 لتر. 8 لتر. تمام. في سبعين لتر. بتنضفوها يعني أنت بعد أنت النهاردة استخدمناها. في بداية اليوم بتغسلوها وفي نهاية اليوم بتغسلوها. بتغسلوها بإيه؟ بمية وصابون وبعدين بحبوب وبعدين بترجع تحطها في مية وصابون. عشان دقايق 8 دقايق وبعد كده بتاعتي بتتخلي بحط المعجون ده وانا كمان بحط